ومما أحدثه الجاهليون في هذه الأيام ما ذكره الله في هذه الأشهر، ما ذكره الله تعالى في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء هو تبديل الأشهر الحرم وتغيير مواقعها. فالعرب كان يطول عليهم تحريم القتال 3 أشهر، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا ينقلون تحريم شهر المحرم يستبيحونه وينقلون تحريمه إلى صفر، وينقلون تحريمه إلى صفر. كذلك في رجب كانوا يستبيحونه وينقلون تحريمه إلى رمضان أو إلى شعبان كما كان يفعله بعضهم. فلما جاءت هذه الشريعة وجاء هذا الدين القويم أعاد الأمر إلى نصابه على نحو ما كان عليه قدر الله وكتابه عندما خلق السماوات والأرض، وهي أشهر 4 3 متوالية وواحد منها فرد. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في قدره، هذا معنى في كتاب الله أي في تقديره وفي قضائه، وقل في كتاب الله أي في شرائع دينه. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا جميعا على تحريم ما حرمه الله تعالى من هذه الأشهر منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض.